الأخبار من الرعب. على هامش توديع أمير البلاد متوجها إلى المغرب، اجتماع استثنائي للحكومة أبرز مخرجاته دعوة الناخبين لتحكيم الضمائر والتصويت للمصلحة الوطنية. القبر دفن فيه القبيضة. إن لم تكونوا وفق الناجحين الدائرة الرابعة ترحب فيكم ومرحبا وهلا، وإن شاء الله نضعكم في أول القائمة. حراك الخامسة يتجسد بندوة تجمع شباب الدائرة، ووقفة مع الفساد تكللها دعوات إسقاط المفسدين وحسن اختيار الممثلين. عبارة نعتقد بدأت تخفق فيه ونزاعها بالانتخابات، لأنه نرى الآن بوضوح شراء الأصوات علني. الشيء اللي راح أتوجه له هو الإصلاح. ومن ندوة الاختيار السليم للأعضاء، عين للملا على الفشل في خطة التنمية، وأخرى على اختبار نزاهة الانتخابات وشراء الأصوات. مثلي للأخوة أصحاب المناجر باتخاذ الحيطة الحذر خصوصا في مثل هذا الحوادث. حريق كبير في منجرة بالحساوي، وفرق إطفاء أربع تهرع لإخماده، وأسباب الحادثة استخدام خاطئ لمساحة المنجرة. أهلا بكم معنا إلى نشرة الأخبار، تأتيكم من تلفزيون الرأي. اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء عقد صباحا على هامش مراسم توديع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمغادرته البلاد متوجها إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة. وعقب الاجتماع الذي جرى في مطار الكويت الدولي وترأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، صرح بأن المجلس تدارس سبل متابعة المشاريع والمبادرات التي يقرها مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار حث المجلس كافة الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود لإنجاز هذه المشاريع وفق برامجها الزمنية المحددة حتى تتحقق أهدافها. وفي موضوع آخر، دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى حسن استثمار الأجواء الطيبة التي تنعم بها الكويت، وذلك من خلال الحرص على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وعلى ممارسة واجبهم الوطني وتحكيم ضمائرهم في اختيار من يمثلهم، بعيدا عن الاعتبارات القبلية والطائفية والقرابة والمصالح والأهواء الشخصية، وأن يكون المعيار دائما هو المصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل. وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس مشروعي مرسومين، يقضي الأول بتعيين المستشار فيصل عبد العزيز المرشد رئيسا لمحكمة التمييز، فيما ينص الثاني على تعيين المستشار ضرار العسعوسي نائبا عاما، وهما المرسومان اللذان تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء وتم رفعهما إلى أمير البلاد. بمشاركة عدد من النواب السابقين ومرشحي دائرة الخامسة، نظم تجمع حراك الخامسة ندوة جماهيرية تحت عنوان للخامسة حراك أو حراك، حيث كانت التحركات الشبابية وما أثمرته من نتائج محط اهتمام المشاركين والمرشحين، سيما ممن شاركوا القوى الشبابية في تحركاتها خلال الفترة الماضية. المشاركون في الندوة طالبوا بإسقاط من أسموهم القبيضة، مشددين على ضرورة محاربة الفساد بمختلف أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية حسن اختيار الناخبين لممثليهم في المجلس القادم. تقرير لجميل القاسم. للخامسة حراك عبر عنه تجمع شباب الدائرة، وللخامسة صوت أسمعه عدد من مرشحيها، وللخامسة وقفة مع ما بات يعرف بالقبيضة وسيحسم يوم الاقتراع. صرخات خرجت من منبر ندوة جماهيرية نظمها تجمع حراك الدائرة الخامسة، فكان الشباب الكويتي طيب الحفل
وسيد من حضرها. أبناء الخامسة أحرار ما يرضون يكون 60% الغالبية من أعضائهم فاسدين، لذلك وجب أن يكون هناك حراك من أبناء الخامسة، حراك الدائرة الخامسة. هذا الحراك هدفه أن يوصل ويقوم خياراتنا وأعضائنا، وأن يوصل أكبر عدد من النواب المصلحين لهذا المجلس. يا من جيت لساحة الصفا، ويا من شاركت الأحرار في ساحة الإرادة، ويا من وقفت في ساحة العدل عشاني وعشان ربعي، ضروري أن الصناديق في الدائرة الخامسة تصيح وتقول الخامسة ما تنشر، الخامسة لها كرامة. القضية المليونية سجلت أيضا حضورا في ندوة حراك الخامسة وسط دعوات حسن الاختيار وإسقاط المرتشين عبر صناديق الاقتراع. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اليوم القبر دفن فيه القبيضة، هربوا من الانتخابات، والبعض الآخر سقط في الانتخابات التشاورية، والبعض الباقي سيسقط في الانتخابات العامة بإذن الله تعالى. هذه كويت المستقبل، هذه أم الخير، هذه بلد الإنفاق، بلد السخاء، بلد العطاء، بلد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بلد الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة. لذلك قدرناكم وعرضنا أنفسنا عليكم أجمعين، فإن أردتم ورغبتم باستمرارنا فنقول لكم أبشروا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن رأيتم وأسألكم بالله العظيم أن تتقون الله بأصواتكم، فإن رأيتم من هو أفضل منا وعنده القدرة من أصحاب العلم الشرعي والعلم الآخر الذي ينفع المجتمع فعليكم بتقوى الله خلف الستارة. أصوات المعارضة ومرشحوها في معركة مستمرة مع الفساد موقف للبعض دفعهم لدعوة الناخبين إلى دعم تلك الأصوات والوقوف بجانبها. إن لم تكونوا وفق الناجحين الدائرة الرابعة ترحب فيكم ومرحبا وهلا، وإن شاء الله نضعكم في أول القائمة في أقرب انتخابات بإذن الله الواحد القهار، لكن ثقتي بأبناء الخامسة أنهم ما يخذلونكم، لأنكم يوم أن تمايزت الصفوف وبحث الناس عن الرجال وجدوكم في أول مقدمة صفوف الرجال فبيضتم وجوهنا، وأنا مو من طبعي أني أرفع عقالي، لكن اليوم أرفع عقالي وانتخي بالرجاجيل. تكفون ثم تكفون، وين النشامة؟ لا تخلونها الاثنين، وبيض الله وجيهكم يا أهل الخامسة وجزاكم الله خير. ويبقى للحركات الشبابية الدور الفاعل، والذي من المتوقع أن يترك بصمات واضحة على لون وطبيعة التشكيلة البرلمانية المرتقبة. جميل القاسم، الرأي. خلال ندوة الاختيار السليم للأعضاء أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة صالح الملا أن الكويت تعيش مرحلة استثنائية تتطلب طرحا غير تقليدي لانتشالها من سلسلة أزمات عصفت بها، وأشار الملا إلى إخفاق الحكومة في اختبار نزاهة الانتخابات عبر انتشار ظاهرة شراء الأصوات والفرعيات، كما نوه إلى الفشل السابق فيما أسماه خطة بيع الوهم للكويتيين. وبدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي في ذات الندوة تبنيه نهج الإصلاح والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله. أنا في وقتها، أنا أتذكر وقتها سميتها خطة بيع الوهم للكويتيين، وحذرت الحكومة ومن هو مسؤول عن الخطة بأن يا أخوان الشعب الكويتي محبط، وجريمة بحقه أن نقدم خطة غير قابلة للتطبيق، أصلا لا تسمى خطة. علينا أن نتقدم بخطة واضحة المعالم محددة مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية قادرة على تنفيذها، وحصل ما حصل وحلت الكارثة. سنتين نسبة الإنجاز على الأقل هذا للحكومة تدعي لم تتجاوز 13.4%، اللي كنا نسمع من وزير التنمية السابق ومن الحكومة أنه نسبة الإنجاز 60 و65، طلع هذا كله كلام فاضي. حكومة جابر المبارك أمام اختبار حقيقي، اختبار أنا أعتقد بدأت تخفق فيه وهو نزاهة الانتخابات، لأن نرى الآن بوضوح شراء الأصوات علني، صناديق مخصصة لإسقاط بعض المرشحين، أساليب مشروعة وغير مشروعة تستخدم، والغير مشروع لم يتعود عليه حقيقة الشعب الكويتي، وستظهر بالأيام القادمة.
ومتوقعينها، والهدف منها واضح، الهدف إسقاط بعض العناصر ببعض الدوائر، مختلف دوائر الكويت. والحكومة إلى الآن صامتة، انتخابات فرعية تجرى تحت سمع ونظر الحكومة، وأقصى ما ممكن أن تطمئن الحكومة فيه المواطن أنها رصدت وتابعت. لا شك أن الشيء اللي راح أتوجه له هو الإصلاح، الإصلاح في شتى المجالات والميادين، والقضاء على الفساد. والفساد إذا بنعرف الفساد واللي وصلت للكويت، نحتاج إلى فطاحلة اللغة لشرح الفساد. الفساد مو بس القضية الراشي والمرتشي، كل الأمور من توزيع الأراضي ومن المناقصات ومن ومن ومن، كلها يا أخوان فساد. في تصريح إيضاحي حول التهديدات التي أطلقها رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني باستخدام القوة في حال تكرار اعتداءات قوات خفر السواحل الكويتية على الصيادين العراقيين، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء محمد اليوسف، قال إن إطلاق مثل هذه التهديدات أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يخدم العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن ما قامت به دوريات خفر السواحل الكويتية عندما رصدت وجود الزورق العراقي داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت بعمق 7 أميال بحرية، حيث تم التعامل معه وفق القواعد والمبادئ الدولية والاتفاقات الثنائية بين الكويت والعراق دون أي مشاكل تذكر، وبطريقة إنسانية وبدون أي خرق للاتفاقيات المعقودة بين البلدين. وأضاف اللواء اليوسف أن ضابط القوة البحرية العراقية أقر بمحضر الاستلام والتسليم بتجاوز زورق الصيد العراقي للمياه الإقليمية الكويتية، بما يمثل خرقا للاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وبناء عليه تم حجز الزورق وتسليم أفراد الزورق المخالف والبالغ عددهم 6 أشخاص إلى الجانب العراقي. ينتظر لمصلحة الوطن دائما في المقام الأول. لا طائفية، لا قبلية، لا فئوية، كويت ومصر. في إطار حملتها المشددة لمتابعة ورصد مخالفات وتجاوزات العملية الانتخابية لمجلس الأمة المقبل، أحالت الجهات الأمنية المعنية إلى النيابة العامة 8 قضايا لمخالفات وتجاوزات، وقعت 2 منها في الدائرة 4 و6 قضايا في الدائرة 5 على خلفية إجراء انتخابات فرعية مخالفة للقانون أو مخالفة بذلك القانون الانتخابي، والتي تعمل وزارة الداخلية جاهدة على رصدها وملاحقتها وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضايا ومرتكبيها. التخوف على الكويت من سيطرة بعض التيارات الإسلامية محور جدلي حط برحاله على طاولة برنامج أمة 2012، والذي كان في ضيافته في حلقة الأمس مرشحا الدائرة 3 وليد الطبطبائي وجمال لعمر، ففي وقت حذر فيه لعمر من إسقاطات الثورات العربية على الكويت ومحاولة استدراج نهج الإخوان المسلمين وتطبيقه في الكويت للسيطرة على البلاد، نفى النائب وليد الطبطبائي ما ذهب إليه لعمر، مؤكدا أن الإخوان يخوضون الانتخابات غيرهم من التيارات أو كغيرهم من التيارات، وأنه ما من داع لإشاعة أجواء من التوجس والريبة من وصول وتعزيز الوجود الإخواني في المجلس المقبل. ترى احنا كثير من القوانين الإسلامية احنا صوتنا معها وكثير وقفنا معها، احنا نبي الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي المعتدل في الكويت، وليس الإسلام الحزبي. الإسلام الحزبي من هم عندهم طموح أن يصلون إلى النظام السياسي في الكويت ويختلقون المشاكل ويدخلوننا بمتاهات سياسية احنا نعرف شنو مآربها. شنو هاي المتاهات؟ وضحها. طبعا اللي قاعد يصير الآن احنا في الكويت امتداد، طبعا الناس قاعد تتكلم عن الربيع العربي. الربيع العربي انا قاعد اسمع تصريحات من بعض الإخوان، سواء من الإخوان المسلمين بحركتهم بغض النظر عن تسميتها وتكتلاتها، هذا واقع. احنا اليوم الشعب الكويتي مهدد من هم يريدون القفز على هذا النظام السياسي. مهدد من من الإخوان المسلمين؟ طبعا انت اليوم خلينا نكون صريح، يعني انت قاعد تشوف كل هالدول ومعتقد كل هالخطوات اللي قاعد تقوم بالكويت، ونفس السيناريو اللي قاعد يمشي بمصر يمشي علينا احنا بالكويت
بس تغير ساحة من ساحة التحرير إلى ساحة الإرادة. هذا اللي هذا حقيقة هذه. لذلك لا شو قصدك شنو نب نبي التحركات الإسلامية تشكل خطر حاليا على البلاد؟ لا لا إحنا أول شيء ضمن إطار سياسي محدد وواضح ومعالمة، وما راح يصير في أي يعني أي أغلبية لأي حزب أو تيار سياسي لا إسلامي وغير إسلامي. الأخوان المسلمين هنا أو غيرهم نازلين 4 أو 6 مرشحين، شب بياخذ يستولي على البلد 4 أو 6 مرشحين؟ ما يحتاج. هذا الكلام غير صحيح. إحنا هذول الناس مواطنين من حق ينزلون، أنا أخوان ليبراليين شيعة كيف حق ينزل ويعرض بضاعته وفي آلية للتصويت داخل مجلس الأمة؟ هذا اللي الموجود اللي راح يصير. فما في داعي التخويف ان الاخوان المسلمين جايين الكويت مثل ما سووا مصر، مثل ما سووا في تونس، مثل ما سووا في المغرب. الحين بس تداول السلطه كيف اخوان ولا غير اخوان؟ ما في اجندات. لا ما شفت كويتي معانا في ساحه الاراده لاجندات خارجيه. مساعد، في حال وصول اغلبيه اسلاميه في المجلس القادم ستسعى لتعديل الماده الثانيه؟ توصل اغلبيه اسلاميه طلب تعديل مادة ثانية، هذا مطلب دائم لنا إن شاء الله. دائم لنا، وراح دائما احنا كل مجلس نتقدم بطلب تعديل مادة ثانية إذا لقينا أغلبية. إقبال كثيف من المرشحين تشهده وزارة الإعلام مع فتح أبوابها لاستقبال المرشحين الراغبين في الحديث عن برامجهم الانتخابية على شاشة تلفزيون وأثير إذاعة الكويت. وفيما قوبلت الخطوة بترحيب من قبل المرشحين، أكد البعض على أهميتها كونها تسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المرشحين وتجمعهم تحت مظلة الوطن. المرشحون للانتخابات البرلمانية لبوا نداء وزارة الإعلام وأرخوا العنان لرؤيتهم المستقبلية نحو تحقيق آمال وتطلعات ناخبيهم عبر شاشة تلفزيون الكويت وأثير إذاعتها في خطوة تجمعهم تحت شعار واحد ومظلة الوطنية، متساوين في 3 دقائق يتحدثون فيها عن أولوياتهم وبرامجهم، وهو ما قوبل بترحيب في أوساط المرشحين وسط دعوات إلى الاستمرار في هذا النهج وتغطية جميع الأحداث في كافة أنحاء الوطن حتى بعد بدء العمل في المجلس المقبل. منذ الإعلان الحقيقة لاحظنا تدافع كبير جدا وحرص أيضا شديد من قبل السادة المرشحين والمرشحات على استثمار هذه 3 دقائق التي وضعتها وخصصتها وزارة الإعلام عبر جهازيها الإذاعة والتلفزيون بالمجان ودون مقابل، استثمارها استثمار حقيقي بالثانية حتى يستطيعوا أن يتواصلوا مع ناخبيهم. وزارة الإعلام أمام اختبار حقيقي إذا كنا سنشهد عهدا جديدا ونهجا جديدا بدلا من العهود السابقة التي اتسمت بالتردد والتراخي في تنفيذ أحكام القانون، الأمر الذي مس الأمن الوطني ووحدتنا الوطنية. أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ستكون قاصرة عن تحقيق طموحاتنا إن لم تستكمل بخطوات أكثر وضوحا وأكثر إيجابية من خلال الرأي والرأي الآخر. في بعض الأحيان عندنا مرشح يمكن وايد زين بس إمكانياته المادية ما تسمح له بأن يكون ظاهر على القنوات الفضائية. أعتقد وزارة الإعلام حققت نقلة نوعية في هذه الانتخابات بأن فسحت المجال للمرشحين بأنهم يقدمون ما لديهم. الخطوة التي ثمنها المرشحون ترافقت مع الإعلان عن جملة من القضايا والموضوعات التي تمس المرحلة الراهنة، حيث اتسع الحديث عن التحالفات وما أثير حول سحب ترشح النائب فيصل المسلم. لا أعترض على أي تدخل في السلطات وخاصة السلطة القضائية، وهذا يعني يؤثر على الحكم ويؤثر على الفصل ما بين السلطات. المادة 50 تقول العمل الفصل ما بين السلطات وعدم تداخلها، وهذا يعني حق للسلطة القضائية بأن يعني تنظر إلى القضية بعدالة، وإحنا نثق بالسلطة القضائية. وتصور أن إذا كان الأخ فيصل مسلم يعني يستحق العقوبة ويستحق الجزاء فهو مطلب عام وليس مطلب شخصي. أعتقد أنا والأخ علي الدغباسي لدينا نفس النهج، نعمل ضمن إطار واحد، توافق في بعض الرؤى والخطوات والقناعات ولو ما كانت 100%، ولكن على الأقل في الشكل العام هذا التحالف ليس ضد أحد، إنما تحالف
لمصلحتنا احنا كطرفين يعني، وليس موجه لاي شخص. وفيما تحاول وزارة الإعلام جمع المرشحين كافة تحت مظلة شعار صوتنا للكويت، يأمل المرشحون ألا يقع في هذه المرحلة ما يعكر صفو الانتخابات. محمد الحياري، الرأي. ينتظر لمصلحة الوطن دائما في المقام الأول. لا طائفية، لا قبلية، لا فئوية، كويت كويت. في موضوع آخر، اندلع حريق كبير في منجرة في منطقة الحساوي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، وتمكنت 4 فرق من مراكز الإطفاء إضافة لمركز الإسناد وإدارة الصحة والسلامة المهنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع أثناء فترة الغداء لعمال المنجرة. وعانت مراكز الإطفاء من السيطرة عليه بسبب الاستخدام الخاطئ لمساحة المنجرة، إضافة لعدم توافر شروط الأمن والسلامة في المكان. يعني نصيحتي ومناشدتي للأخوة أصحاب المناجر باتخاذ الحيطة الحذر خصوصا في مثل هذه الحوادث، والكل يعلم أن الخشب والأصباغ من المواد سريعة الاشتعال، فبالتالي متى ما هم يعني اتخذوا إجراءات الأمن والسلامة وكافحوا الحريق في بداية الحريق، خصوصا بأن الأمور هذه تحتاج إلى بعض العمال اللي لديهم الدراية الكاملة بكيفية التعامل مع هذه الحوادث، إذا ما يعني استغلوا الفرصة بأول وقت واستخدام مطفئات الحريق، أنا أعتقد أنه راح يكونون في أفضل من يعني مثل هذه الحراق اللي تنتشر بشكل سريع. الحادث عبارة عن منجرة مساحتها ما يقارب 2000 متر مربع، وهذه المنجرة طبعا مخالفة في الأماكن هذه. محتويات المنجرة مثل ما أنتم عارفين أخشاب وأصباغ. حدث الحادث تقريبا الساعة 2 الظهر، وأثناء خروج العمال إلى فترة الغداء وهم رادين لقوا الحريق شاب في المنجرة. على الموعد حضر مشتركو جريدة الرأي وتحققت لهم البشرى مع سحب الرأي الثالث والأخير، والذي تنوعت جوائزه ما بين 100,000 دولار نقدية و40 سيارة فاخرة. وكان مهرجان الرأي قد أنجز سحبين اثنين في وقت سابق، تضمن كل واحد منهما 30 سيارة فاخرة و75,000 دولار، فضلا عن ميزة امسح واربح وغيرها من الجوائز كالأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية. ألف مبروك للجميع الفائزين. اليوم كان عندنا 40 سيارة، سحبنا 40 سيارة ومبلغ نقدي 100,000 جائزة واحدة. العديد من الناس ربحوا على مدى السنوات اللي فاتت معانا. اللي ما حالفهم الحظ، الرأي مستمرة دائما، الرأي كريمة مع مشتركينها، دائما تحرص على التواصل من خلال تقديم المهرجانات، إقامة المهرجانات، تقديم الجوائز العينية، الجوائز الفورية. احنا حريصين دائما على التواصل مع مشتركينا. نشرتنا متواصلة وتشاهدون معنا، ولكن بعد الفاصل. خطة للأشغال تستهدف تطوير منظومة الطرق ورفع كفاءتها. أهلا بكم من جديد. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ترأس الاجتماع الأول لمجلس الخدمة المدنية الجديد بمناسبة صدور مرسوم تشكيل المجلس. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جميع البدائل التي تعالج طلبات الجهات الحكومية المختلفة الخاصة بمنح مزايا مالية لموظفي تلك الجهات. كما قرر مجلس الخدمة المدنية بعد مناقشة طلبات الجهات الحكومية تكثيف اجتماعاته خلال الفترة القادمة، وذلك للتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
خطة جديدة تتوزع على 3 مراحل لتطوير منظومة الطرق ورفع كفاءتها بما يتناسب والمرحلة المقبلة، كشفت عنها وزارة الأشغال، حيث أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة عبد العزيز النقي أن المرحلة الأولى تتمثل بإنشاء تقاطعات منفصلة في مواقع محددة لحل بعض المشكلات المرورية، بينما تتمثل المرحلة الثانية بتطوير بعض الطرق القائمة ورفع كفاءتها مثل طريق النواصيب والجهراء وجمال عبد الناصر، في حين تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة بشق واستخدام طرق جديدة مثل طريقي 5 و 6. نشرتنا متواصلة معكم وتشاهدون بعد الفاصل. فواز الحساوي ينهي صفقة المحترف السوري فراس الخطيب ليعود رسميا إلى صفوف القادسية. أهلا بكم من جديد، عدنا إليكم لمتابعة نشرتنا الرياضية. أكد رئيس نادي القادسية الرياضي فواز الحساوي أن المحترف السوري فراس الخطيب أصبح لاعبا قدساويا بصفة رسمية بعد أن أنهى جميع الإجراءات مع فريق أم صلال القطري. وتقدم الحساوي بالشكر الجزيل لرئيس نادي أم صلال القطري الشيخ فيصل آل ثاني على تسهيل مهمة انتقال الخطيب ليكون المحترف الرابع في صفوف نادي القادسية الرياضي. وأشار الحساوي أن قيمة صفقة الخطيب بلغت $1,000,000 و200,000 لمدة 1.5 سنة لشركة فيمتو التي يمتلكها رئيس النادي، وسيصل الخطيب إلى الكويت يوم الجمعة المقبل تمهيدا لتسجيله ومشاركته في المباريات المقبلة لفريق القادسية. يفتتح الاتحاد الكويتي لكرة السلة موسمه الرياضي يوم غد الخميس بمباراة السوبر والتي تجمع فريقي القادسية بطل مسابقة الدوري الممتاز مع نظيره الكويت بطل مسابقة الكأس. وأعرب نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة إبراهيم خليل الطاهر عن أمله بأن تكون هذه المباراة هي خير انطلاقة للموسم الرياضي الحالي وأن تنعكس إيجابا على مختلف الأندية، حيث لفت الطاهر أن لجنة المسابقات استحدثت مباراة السوبر كخطوة جديدة سعيا منها لتطوير اللعبة بصورة تتناسب مع تطلعات الاتحاد. الآن نتحول بكم مباشرة إلى برنامج مسائي وإلى الزميلة غادة يوسف. غادة مرحبا بك. أهلا. ما هي أهم الموضوعات في حلقة هذه الليلة غادة؟ أنت اليوم مستعيل على موضوعاتنا، لكن راح أقول لك يعطيك العافية أولا والله يعينك على كل الأخبار. عموما راح نكون معكم إن شاء الله في مسائي ولقاء جديد راح يكون إن شاء الله معنا من خلال ستايل الستينات والسبعينات. مثل ما تشوفون أنا جاهزة لمسائي ومساء الخير. شكرا لك غدا. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي تي في نيوز، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر موقعنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.